منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعد رصد ارتفاع قياسي في حالات الحصبة حول العالم بلغت أكثر من 306,000 حالة العام الماضي، بزيادة بنسبة 79% عن عام 2022. المنظمة قالت إن عام 2022 شهد زيادة بعدد الوفيات وصل إلى نحو 136,000 وفاة، وهي أكثر بنسبة 43% عن العام الأسبق وسط توقعات باستمرار ارتفاع أعداد الوفيات. وحذرت الصحة العالمية من أن نصف دول العالم معرضة لخطر تفشي الحصبة بمعدل كبير بحلول نهاية العام، فيما تشير تقديراتها إلى أن نحو 142 مليون طفل معرضون للإصابة بالمرض، فيما أرجعت أسباب هذا الارتفاع الهائل إلى تراجع التطعيم لمكافحته. الحصبة مرض شديد العدوى يسببه فيروس ينتقل عبر الهواء من شخص مصاب، يهاجم الأطفال بشكل رئيسي، وتشمل أخطر مضاعفاته العمى وتورم الدماغ والإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، فيما قد تؤدي مضاعفاته للموت.